في قمة القاهرة للسلام ولقيادة فريق عمل الأمم المتحدة في تناول المساعدات الإنسانية اللازمة لتوفيرها إلى قطاع غزة. قد تباحثنا حول التصعيد غير المسبوق في الأراضي الفلسطينية منذ 7 أكتوبر الجاري وتبعاته السياسية والإنسانية الواسعة على الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وسائر دول المنطقة. ويشيد بالنداء الدولي الذي أطلقه سكرتير عام الأمم المتحدة توصل لوقف فوري إنساني لإطلاق النار وحقنا لدماء المدنيين في ظل المنعطف التصعيدي الخطير الذي تتخذه الأزمة وسقوط آلاف من الضحايا الفلسطينيين الأبرياء في بيوتهم ومستشفياتهم. أوضحت السكرتير العام اقتناع مصر بأولوية وقف العمليات العسكرية وتأمين النفاذ الإنساني وإتاحة الفرصة لاحتواء الموقف واستعادة التهدئة. وفي هذا الإطار فقد دعا فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقمة القاهرة للسلام، وسنعمل من خلال القمة التي ستعقد السبت المقبل على التوصل لتوافق دولي اتساقا مع المبادئ القانونية والإنسانية التي نقر بها جميعا لخفض التصعيد وصولا لوقف إطلاق النار والتأكيد على أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. أود إشادة بالجهود التي تطلع بها الأمم المتحدة لمحاولة إيصال المساعدات الإنسانية لغزة، وأضم صوتي للسكرتير العام في أن استهداف المقرات الأممية والإنسانية والعاملين في حقل الإنساني يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وينبغي أن يتوقف فورا وأن يسمح بنفاذ الاحتياجات الإنسانية العاجلة. وأكد حرص مصر على استمرار عمل معبر رفح فضلا عن تسخير إمكانيات مطار العريش لاستقبال المساعدات الموجهة لقطاع غزة. وبالرغم من تعرض الجانب الفلسطيني من المعبر لقصف تسعى مصر بصورة حثيثة لإعادة تشغيل المعبر وإدخال المساعدات الإنسانية المقدسة أمام الجانب المصري ليتم توزيعها بالقطاع، وأن يكون هذا دخول دائم ومتواصل ودون انقطاع. لطالما حذرت مصر من مغبة إمعان إسرائيل القوى القائمة بالاحتلال في ممارساتها العنيفة ضد الشعب الفلسطيني وغياب الأفق السياسي لحل القضية وعدم الاعتداد بقرارات الشرعية الدولية، وهو ما نرى تبعاته اليوم في كل جولة تصعيد واشتعال للموقف، ولا نرى بديلا سوى عودة الأطراف لطاولة المفاوضات لتفعيل حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود وخطوط يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. كما تشدد مصر على أن الاعتقاد بإمكانية تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير القسري لسكان قطاع غزة والضفة لدول الجوار أمر غير وارد، فالشعب الفلسطيني صامد على أرضه كما صمد العقود الماضية. ونناشد الجميع بتغليب صوت العقل والعمل على وقف التصعيد الجاري وعدم إضافة المزيد من عوامل عدم الاستقرار في المنطقة، والإقرار بالمخالفة الجسيمة التي تمثلها مثل هذه المحاولات للقانون الدولي الإنساني. بالتأكيد أن مشاركة معالي الأمين العام في مؤتمر القاهرة للسلام يضفي مزيد من الزخم لهذا الحدث. السكرتير العام وجهوده في تحقيق السلم والاستقرار والعمل على احتواء الأزمات وجهوده الحثيثة في هذا الصدد وتواصله المستمر لتحقيق هذا الهدف أمر نقدره ونعتز به كثيرا.
كما أن وجوده للإشراف على عملية الإغاثة الإنسانية والإشراف على الأجهزة الأممية العاملة في هذا الشأن هو دليل آخر على مدى الاهتمام الذي يوليه سيادته للمكون الإنساني لهذه الأزمة واهتمامه بحماية الشعب الفلسطيني الشقيق. أرحب بجديد سيد أنطونيو غوتيريس سكرتير عام الأمم المتحدة في مصر وليتفضل بالكلمة. السلام عليكم. Your Excellency Minister Shukri and dear friends, thank you for your warm welcome and for your vital work. And through you, allow me to recognize and salute President El-Sisi for his critical leadership. I am in the Middle East on a humanitarian mission at a moment of profound crisis, a crisis unlike any the region has seen in decades. That crisis was triggered by the atrocious 7 October Hamas attacks that killed, injured, and kidnapped a large number of civilians from Israel and indeed from around the world. But this led Israel to a total siege on Gaza and a relentless bombing campaign with an ever-mounting toll on civilians, the vast majority of whom are women and children. But also journalists elsewhere. لإسرائيل تقوم بحصار كامل على غزة وبحملة من القصف وتكبد المدنيون ثمنا باهظا ومعظمهم من النساء والأطفال ولكن أيضا عمال الإغاثة والصحفيون وكذلك طواقم من الأمم المتحدة. دعوني أكون واضحا لأؤكد أن القانون الإنساني الدولي يجب واحترامه وأن حماية المدنيين هي أيضا ضرورة وأي هجوم على المستشفيات أو المدارس أو مقار الأمم المتحدة ممنوع حسب القانون الدولي. وفي إزاء هذه الكارثة الإنسانية أطالب بتدخل الفوري وأن يكون هناك إطلاق للرهائن من قبل حماس وأن يكون هناك سماح. دعونا إلى منطقة غزة وأعتقد أن هناك الكثير من الشكوى والكثير من المعاناة التي عانى منها القطاع خلال البضع سنوات الماضية ولكن هذه المعاناة لا ترقى إلى مستوى المعاناة التي يعاني بها الشعب الفلسطيني الآن وأعتقد أن الدعوتين الثانيتين في غاية الأهمية وأنا أدعو وقف إطلاق النار على أسس توفير الإغاثة الإنسانية وذلك لتوصيل قوافل الإغاثة الإنسانية من المياه والطعام والأدوية. إن الأمراض تنتشر والناس بدأت تموت وأنا قد هالني ما رأيته من صور الموت والدمار الذي حدث في مستشفى الأهلي. إن المدنيين في غزة يحتاجون إلى معونة طبية سريعة وعاجلة. نحتاج إلى توصيل الماء والغذاء والوقود والمواد الطبية بحجم كبير ويجب أن تكون مستدامة. إنها ليست عملية صغيرة نحن نطالب بها أو ندعو بها ولكن نحن ندعو أن يكون هناك جهدا مستمرا وذلك لتوصيل المعونات الإنسانية من شعب غزة وعلينا أن نتأكد أن هذه المعونة تدخل بأمان ويتم توزيعها أنا على أرض مصر وذلك لكي أقوم برعاية توزيع الخدمات الإنسانية والمعونة الإنسانية على للفلسطين. إن معبر غزة وإن مطار العريش هما القناتان الأساسيتين لحياة من يعيشون في القطاع وإن مصر
تثبت لنا لمرار وتكرار أنها هي عماد السلام، وهي المسؤولة بل وهي الوحيدة القادرة على نزع فتيل العنف. وكلما زادت الحروب أو امتدت فترة الحرب، كلما زادت العنف وزادت الخسائر الإنسانية. إن وقف إطلاق النار هو جزء لا يتجزأ وأساسي، وذلك للأعمال الإنسانية. وأنا سوف نقوم بتفعيل هذه المبادرة الإنسانية من الآن وبداية من مصر. ولا يجب أن ننسى أننا نحتاج إلى وصول إلى الحل الدائم والعادل، وكما أشير من قبل لا يمكن الوصول إلى حل وذلك دون خلق دولة فلسطينية حرة إلى جانب دولة إسرائيل. تتمتع كل دولة وذلك بالأمن والأمان داخل حدودها، وذلك إعمالا للمواثيق والقرارات والمقررات الدولية والأممية.